الآن في الطواف يجعل الناس بعض يعني بعض الناس يجعلون يعني مطوفا يطوف يعلمهم ماذا يقولون يعني يدعو يدعون خلفه، وهذا ليس من السنة أبدا، لأن هؤلاء يدعون بما يدعو به هذا وقد لا يخرج الدعاء من القلب. فالأفضل أن الدعاء يكون من القلب، ادعو لنفسك، ادعو لأهلك، ادعو للمسلمين، ادعو لولاة الأمر المسلمين أن الله يهديهم ويصلحهم، ادعو لأقاربك، ادعو لمن أوصاك بالدعاء، ثم سبح وهلل وكبر، اقرأ قرآنا. فالمهم أن الإنسان يكثر من ذكر الله أثناء الطواف.